والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. في المركز الأول حصل على 97.67 القارئ. محمد حسن حسن زاد من أفغانستان. مبارك يا محمد، مبارك. سورة التوبة الآية 60، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية 60. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيه
ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق الله العظيم. بارك الله فيك القارئ محمد حسن حسن زادة من أفغانستان، نفع الله بك. نحن الآن هذه المرحلة ليست في يد التحقيق، ما بقي إلا التقييم. نبدأ على بركة الله. هنا ليس هناك تعليقات اليوم شيخ محمد، ليس هناك تعليقات، هذه المرحلة الختامية ليس فيها تعليقات، حياك الله، فيها فقط انتظار النتائج إن شاء الله. إن شاء الله لجنة الأداء الصوتي ولجنة أحكام التجويد. سبقك على هذا الكرسي القارئ من المغرب والعراق أنس أحمد حمان وأسامة عبد الله، وأنت الثالث. إذا نبدأ، دكتور محمد أمين له جائزة خاصة. دكتور محمد أمين مشالي، بقي معنا مشاهدين الكرام قارئين، عبد الرازق أشرف صلاح الشهاوي من مصر والقارئ أحمد جمال المنصراوي من العراق، وتم الانتهاء الحمد لله. محمد حسن حسن زادة خففنا العبء عنك، تم الانتهاء من التقييم، موفق، بارك الله فيك.